السلام عليكم متابعين رحلتنا في الماركتنج بلان، هاو تو ديزاين ماركتنج بلان بشكل بروفيشنال. النهارده بقى لقائنا في نقطه مهمه جدا جدا، اللي هي الاستراتيجي. ازاي احدد الاستراتيجي اللي انا امشي عليها واللي تتناسب مع الكمباني واللي تتناسب مع البرودكت اللي انا بشتغل عليه. اهلا وسهلا بحضراتكم، مكملين رحلتنا مره تانية، How to design marketing plan بشكل بروفيشنال. احنا يمكن دلوقتي في المرحلة بتاعة الاستراتيجي، احنا يمكن بنتكلم على بعض النقاط المهمة جدا جدا. طبعا افكركم How to write professional marketing plan، بنبتدي الاول من الكمباني فيجن. دي اول خطوة خالص، كمباني فيجن، الكمباني ميشن، اللي برانشد منها السيتويشن اناليسيس، ثم تحديد الاوبجكتيفز، ثم الاستراتيجي، ثم التاكتيك، ثم الامبلمنتيشن. مجموعة من التفاصيل لازم تكون حضرتك طبعا عارفها كويس قوي في كل خطوة من الخطوات ديت، واحنا بنتكلم عنها من خلال هذه الفيديوهات. انواع الاستراتيجي، طبعا عندنا اكتر من نوع من انواع الاستراتيجي. يمكن استراتيجي متعلقة بالبرودكت اتسيلف زي البرودكت لايف سايكل والبوست ماتريكس، وفي عندنا استراتيجي مرتبطة بالاورجانيزيشن او الفيجن بتاعت الاورجانيزيشن زي الجروس او الانتنسيف استراتيجي، الجينيريك استراتيجي والانتجريشن استراتيجي. دي كلها انواع من الاستراتيجي. الامبريلا الاساسيه او الفلسفه اللي حضرتك هتمشي فيها وتختارها للمنتج بتاعك، اللي هي تكون اكتر يعني مناسبه للوضعيه بتاعه البرودكت والكمباني والانفايرمنت اللي حوالين حضرتك. عندنا الجزء بقى التنفيذي من الاستراتيجي، احنا بنتكلم على السيجمنتيشن، التارجتنج، البوزيشننج، الدفرنشيشن. اتكلمنا يمكن على السيجمنتيشن، ودلوقتي عايزك حضرتك على موضوع التارجتنج. انت قسمت الماركت عندك لمجموعه من السيجمنت. طيب نفترض ان عندك اكتر من سيجمنت ممكن تتناسب مع البرودكت بتاعك، ايه الحاجات اللي هتخليني اختار سيجمنت واسيب سيجمنت تاني؟ ايه الحاجات اللي هتخليني اروح للافضليه للسيجمنت الفلاني مقارنه بسيجمنت اخر ممكن ما يكونش له الاولويه بالنسبه لي؟ تعال كده نشوف النقاط ديت او النقاط ديت عشان اختار افضل سيجمنت بالنسبه لي، عشان اروح للتارجتنج بشكل مظبوط. انا بعتمد على كذا بارامتر قدامي، من ضمنها الكاستمر اللي انا هخدمهم، النوعيه دي هل هتتناسب مع الكمباني بتاعتي والريسورسز والامكانيات المتاحه، الكمباني ايمج اللي انا خلقتها في الماركت هل هتتناسب مع هذه النوعيه من الكاستمر، الكمباني اوبجكتيفز، نقطه مهمه جدا جدا، في شركه عندها طموح كبير وبتحط ريسورسز ضخمه في اوقات معينه، وفي شركات بتشتغل على اللو ريسك ليفل، يعني عارف انت اللي هو ايه، انا محتاجه من الماركت ان انا سستين، ان انا احتفظ بالماركت شير بتاعي وهكذا. يبقى الكمباني اوبجكتيف برضو من النقاط اللي بتتحط في الاعتبار. التشانل اللي انا عايز اوصل من خلالها للكاستمر بتاعي، هل تتناسب مع السيجمنت دي ولا لا؟ بروفيت اورينتيشن، هل انا بالنسبه لي هل انا ببص على بروفيت كبير خلال الفتره القادمه بزود البروفيت بتاعي، ولا انا عايز احتفظ بالحاله الراهنه، الريسورسز المتاحه، الكومبتنسز او الكفاءات اللي موجوده داخل الكمباني. نقطه كمان مهمه جدا جدا، الكومبيتيشن اللي موجوده في كل سيجمنت. فكل دي زي ما قلت لحضرتك عوامل انا بضربها كده في الخلاط وبشوف هل السيجمنت دي هي الافضل بالنسبه لي ولا سيجمنت تانية ممكن تكون هي الافضل وهكذا. طبعا على حجم الشركه وعلى حجم وعلى المدى الطموح والاوبجكتيف بتاع الكمباني والريسورسز المتاحه، دي كلها عوامل بتخليك تقول لك انا بالنسبه لي هختار السيجمنت دي هي الافضل من السيجمنت الاخرى او مجموعه السيجمنت اللي انا اشتغل فيه. ندخل على جزئيه تانية مهمه اللي هي جزئيه البوزيشننج. البوزيشننج واحده من اخطر النقاط في الاستراتيجي. ليه؟ لان انا هنا بخلق حاله من التصور عن المنتج بتاعي في المايند بتاع الكاستمر بتاعي. هنا بيقول لنا بوزيشننج يعني ايه؟ بوزيشننج ريفير تو ذا بليس ذات ذا براند اوكيباي ان ذا مايند اوف ذا كاستمر. نقطه مهمه جدا جدا، عايز اخلق حاله معينه اول ما العميل يسمع الكاستمر بتاعي او يشوفه او يتعامل معاه او حد يتكلم عليه قدامه، انا بخلق حاله معينه. النقطه هنا كمان هاو تو ديستينجوش فروم ذا برودكت اوف ذا كومبيتيتور، يبقى انت بتخلق حاله انطباع معين عن المنتج بتاعك. تتكلم بقى من حيث الكواليتي، من حيث البرايس، من حيث الكفاءه، من حيث الصيانه، من حيث الديورابيليتي. اكتر من نقطه مهمه جدا انت لازم حضرتك تحطها في ذهن العميل، طبعا بشكل ايجابي، لان لو الموضوع محطوط بشكل سلبي فتخيل بقى الصورة الذهنية دي عشان تعرف تغيرها ده محتاج وقت قد ايه ومحتاج مصاريف قد ايه. فانت نقطة دي يمكن من نقاط زي ما قلت لحضرتك الأساسية،
انك تخلق حاله ايجابيه او صوره ذهنيه ايجابيه في المايند بتاع العميل بتاعك. طيب ايه الهدف بتاع البرودكت بوزيشننج؟ انا يمكن بتكلم على نقطتين مهمين جدا. رقم واحد ان هي فيت with the company overall strategy. البوزيشننج ده يتناسب مع الاوبجكتيف بتاع الكمبني، الفيجن بتاعت الكمبني فيما يخص هذا المنتج. والحاجه الثانيه انك بتخلق القيمه، كرييت يونيك سيلينج بروبوزيشن في الدماغ زي ما قلت لحضرتك العميل اللي انت عايز تستهدفه. يبقى نقطتين مهمين جدا في البوزيشننج، انا بستهدف حاجتين، رقم واحد ان هي فيت ويز الكمباني استراتيجي، الفيجن بتاعت الكمباني، اهميه المنتج، الاهميه الاستراتيجيه للمنتج داخل الكمباني، وفي نفس الوقت انا بخلق الايه حاله القيمه بالنسبه للعميل اللي انا بستهدفه. لو اتكلمنا على البوزيشننج، البوزيشننج طبعا يمكن انا عباره عن ستيتمنت في الاخر انا بكتبها، وحالة انت بتخلقها داخل السيلز فورس تيم وداخل البروموشنال كامبين اللي انت بتعمله عشان زي ما قلت لحضرتك ايه تحتل كده صورة ذهنية معينة في دماغ العميل. طب عشان اعمل بوزيشننج، عشان اختار فيتشرز معينة او صفة معينة او ميزة معينة في البرودكت بتاعي، انا بعتمد على حاجات معينة. يعني انا عندي المنتج بيكون فيه مميزات متعددة ومختلفة، ومثلا السرعة، الافيشنسي او الافيكاسي او الديورابيليتي او البرايس الكويس. ها انت عندك اكتر من قيمه تعرف تقدمها للمنتج، انت هتختار واحده بس. يعني من كل المميزات اللي موجوده في المنتج بتاعك للعميل، انت هتختار قيمه واحده بس هتبتدي تركز عليها بشكل اساسي. طب القيمه دي انا يعني هختارها ازاي او هبص لها ازاي؟ نحل اختيار البوزيشننج من النقاط زي ما قلت لحضرتك المهمه جدا. فهل مثلا اعتمد على البرودكت بنفيت او البرودكت فاليو او البرودكت فيتشرز؟ اه طبعا دي واحده من الاختيارات بالنسبه لي مهمه جدا. يبقى انت اخترت البوزيشننج اكوردنج ايه للبرودكت بنفيت اللي بيقدمها، الفاليو الفيتشرز. ممكن يكون البرودكت متشابه مع حاجات تانية في الماركت، ممكن اختار البرودكت يوز او البرودكت يوزرز او الكاتيجوري اللي بيتعامل فيه البرودكت ده او اللي هو بينتمي له. يبقى دي كمان نقطه من النقاط اللي ممكن استعملها. في ناس ممكن تستعمل البرودكت يوزز الاستعمالات بتاعته او البرودكت يوزرز، اركز على اليوزرز الناس اللي هي اوريدي هتستعمل المنتج، وابتدي اركز على النقطه دي كبوزيشننج بالنسبه لي او الكاتيجوري. احيانا اعتمد على البوزيشننج ان هي ميتنج ان ساتسفايد نيد ويز وذين ذا كومبيتيتور. الكومبيتيتورز بتوعي مش قادرين يغطوا نقطه معينه، تمام، مش قادر مثلا يغطي نقطه الصيانه او نقطه اللاكجري، تمام، او نقطه الفاست اونست مثلا، السرعه بتاعه المنتج او الديورابيليتي بتاعته. يبقى انا رغم ان انا عندي مميزات كتير او صفات كتير في المنتج، لكن انا هركز قوي على الصفه دي او الفيتشرز دي على اساس ان هي بالنسبه لي هتكون البوزيشننج اللي انا عايز اخلقها في المايند سيت بتاع العميل. ممكن تكون دايركت كومباريزون للكومبيتيتور، انا بعمل مقارنه ما بيني وما بين الكومبيتيتور، وبوري العميل بتاعي او الكاستمر المحتمل بتاعي ان انا مميز جدا ومختلف عنه، يبقى النقطه دي انا هاخدها في صفي. ممكن تكون احيانا العكس، افويدنج الكومبيتيتورز، تمام، الكومبيتيتور بيشتغلوا في سكه معينه او بطريقه معينه، انا هيبقى لي تصور مختلف. ممكن كمان البوزيشننج يكون من حيث البرايس او الكواليتي، الافيكاسي، سهوله الاستعمال، الفاليو ادد سيرفيس، الكومباني سيرفيس، الكاستمر اكسبيرينس. ممكن اعتمد على الاكسبيرينس والتراست، انا بتعامل مثلا مع العميل بقالي 30 40 سنه، يبقى دي النقطه اللي انا هركز عليها في البوزيشننج بتاعي. يبقى زي ما حضرتك شايف البوزيشننج انت قدامك اختيارات كتير، انت بتختار افضل يعني اسلوب يتماشى ويتميز به المنتج بتاعك مقارنه باي منتج تاني. في عندنا برضو في البوزيشننج في عندنا اللي احنا بنسميه الراشونال اليمنت والايموشنال اليمنت، اللي هو اللي عايز اسميها ايه، الفائده بتاعه المنتج بتاعك والناحيه الايموشنال او الناحيه الرمزيه للمنتج. يعني انا مثلا لما ببيع عربيه، هل انا ببيع العربيه بقول له مثلا عميل دي فيها حديد كذا وكاوتش كذا وما اعرفش نسبه الالمونيوم كذا ومش عارف ايه في التركيبه بتاعه العربيه او مكوناتها، يعني الكلام ده مش موجود. انا لما باجي ابيع عربيه ببيع اللكجري، ببيع الكفاءة بتاعتها، السرعة، الصيانة، الأمان بتاعت الناس اللي موجودين جوه العربية، دي كلها أمور يعني عايز أقول emotional، فأنا بركز عليها وبعمل لها يعني إيه توظيف معين في عملية البوزيشننج.
برضو يمكن هنا تايبس اوف براند بوزيشننج استراتيجي، بتلاقي هنا بيعتمد على الكاتيجوري بيزد، هنا معتمد على الكونسيومر بشكل كبير، هنا كومبيتيتور بيزد بتقارن نفسك بالكومبيتيتور او افويد الكومبيتيتور، ممكن يكون البينيفيت هو طريقة اللي انت بتستفيد بيها في البوزيشننج، البرايس، الاتريبيوتس والفيتشرز، البرستيج، خد بالك دي كلها نقاط تقدر حضرتك تستعملها في البوزيشننج عشان تقدر تنجح المنتج وتخليه مختلف عن اي كومبيتيتور اخر.